تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني ومحافظ كفر الشيخ اللواء علاء عبد المعطي محطة دسوق الرئيسية لمياه الشرب ومحطة معالجة مياه الصرف الصحية، وأشار الشربيني إلى توجيهات الرئاسة بسرعة إنجاز مشروعات حياة كريمة، وذلك لتوفير الخدمات لـ60 مليون مواطن، فيما أكد المحافظ أن كفر الشيخ تشهد طفرة غير مسبوقة في مجالات البنية التحتية والأساسية، مشيرا إلى أن هذه الطفرة تعد ثمرة إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الحقيقة كان الهدف من هذه الزيارة أن احنا نقف على أول حاجة طبعا موقف أعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة اللي موجودة وتعظيم الاستفادة منها بشكل كبير جدا، والتأكد من سلامة الموقف المهمات ومتابعة جودة المياه المنتجة تحديدا، سواء مية الشرب النقية اللي بيتم تقديمها للمواطنين أو مية الصرف المعالج اللي يا إما بتتصرف على بعض المصارف أو بيتم ري طبعا المسطحات الخضراء بيها. من أولوياتنا بالنسبة لمواطني أهل كفر الشيخ إن احنا نوصل لهم مياه نقية نظيفة وتصل لكل مواطن في كفر الشيخ، وأيضا نعالج مياه الصرف الصحي ونستغلها الاستغلال الأمثل، وبالإضافة للتفقد بعض مشروعات مبادرة حياة كريمة وهي المبادرة الأولى عالميا تستهدف كافة القرى في الريف المصري للوصول لكافة المواطنين بكافة الخدمات بكافة المرافق.